السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي رمزي بارود، أتحدث من واشنطن. عنوان الورقة التي قدمتها للمؤتمر، والذي يعني لي الشرف الكبير أن أشارك في مؤتمر غزة للمقاطعة، هو معركة لابد من حسمها، حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، حراك جماعي متجذر في أعماق التاريخ. بداية علينا أن نؤكد أن حركة المقاومة الموجودة الآن في فلسطين وفي خارج فلسطين هي يعني حركة ناجحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عمرها يعني 10-11 سنة. يعني بلشت الحركة ب 2004 عندما قام مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين بطرح رؤية معينة لمقاطعة إسرائيل، ورد عليها المجتمع المدني بعدها بعدة شهور ب 2005 بالطلب من المجتمعات المدنية في كل أنحاء العالم أن تتفاعل مع الطرح الفلسطيني ومع الطلب الفلسطيني. حقيقة أن النتيجة حتى فاقت تصوراتنا كأكاديميين وكنشطاء فلسطينيين في الخارج. كنا نتوقع أن تكون هناك ردة فعل أكثر عنفا، طبعا قضية الاتهام بمعاداة السامية وغيرها، يعني كل المحاولات استخدمت ولكن لم تستطع أن توقف مد حركة المقاطعة في الجامعات الأمريكية، في المؤسسات الأمريكية المختلفة، في الكنائس وفي أماكن كثيرة. في الفترة الأخيرة بالتحديد حاولت الحكومات مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا وحكومات أخرى أن تجرم وتحارب حركة مقاطعة إسرائيل، ربما لتثبيت من زخم المقاطعة وللتخويف، نوع من الترهيب للنشطاء أنه يعني أن هنالك سيكون عقاب عسير لأي إنسان يحاول مقاطعة إسرائيل، وحقيقة محاولة تجريم حتى لحركة المقاطعة. إلا أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات استمرت في نجاحاتها واستمرت في تحقيق مكاسب متزايدة، حتى لا يمر يوم واحد بدون أن يكون هنالك إنجاز نستطيع أن نسميه نصرا. طبعا علينا أن لا نبالغ، يعني عندما نقول نصرا نقول نصرا في إطار معين، يعني ليس نصرا على إسرائيل بشكل جذري، ولكن هو نصرا في إطار معين في إطار حركة المقاطعة نفسها. لماذا إذن علينا أن نتعامل مع حركة المقاطعة كأنها تجربة فلسطينية خالصة؟ هذا لا يعني طبعا أن نتعامل معها كتجربة تاريخية فلسطينية خالصة، أن ننسى ما تعلمناه وما علينا أن نتعلمه من التجارب الأخرى، سواء في جنوب أفريقيا أو ناميبيا أو موزمبيق، أو حتى في المرحلة السنوات الأخيرة في بورما، حيث البورميين المسلمين يعاملون بقسوة وبعنصرية شديدة جدا من قبل الحكومة والغالبية البوذية في تلك الدولة. علينا أن نتعلم من كل هذه التجارب الناجحة والفاشلة، ولكن علينا أيضا أن لا ننسى أن تجربة المقاطعة هي تجربة فلسطينية أيضا، ترجع إلى الثلاثينيات القرن الماضي وحتى قبل الثلاثينيات، واستمرت بشكل أو بآخر لسنوات طويلة، ومرت في مراحل الانتفاضة الأولى بالتحديد وهكذا. علينا أن نتعامل مع هذه التجارب كلها وأن نفهمها وأن نقيمها. علينا أن نسأل لماذا نجح الإضراب لمدة 6 شهور في فلسطين في 1936، ولماذا فشل، ولماذا تحول الإضراب بعد ذلك إلى ثورة استمرت 3 سنوات. هل كان هذا التحول الجذري نوع من عدم الثقة بالأحزاب الفلسطينية الخمسة التي اجتمعت تحت مظلة اللجنة العربية العليا على ما أعتقد، أو هل كان هذا نوع من الرد
على الضغوط العربية على الفلسطينيين أو على أمير الحسيني بالتحديد أن يقبل بالورقة البيضاء البريطانية وأن يقبل بنوع من المهادنة والمساومة؟ هل هذا كان رد فعل جمعي للشعب الفلسطيني على رفض أي مساومات فتحول الإضراب المنظم إذن إلى ثورة؟ علينا أن نسأل كل هذه الأسئلة ونتعامل مع التاريخ بشكل صادق، يعني أن نكون صادقين مع أنفسنا على حيث أن لا نجمل التاريخ أكثر من اللازم. فإذا جملنا التاريخ لن نستطيع فعلا أن نستوعبه وأن نستوعب دروسه بشكل صحيح. تجربة بيت صحور بالتحديد في 1989 كانت تجربة قوية جدا، حيث رفض أهل هذه البلدة الصغيرة بجانب بيت لحم أن يدفعوا الضرائب، رفضوا أن يدفعوا الضرائب، فقامت إسرائيل باعتقال عدد كبير خاصة من كبار السن في بيت صحور. الطريقة التي تعامل معها أهل هذه البلدة والبلدان المجاورة كانت في يعني تجربة مقاومة جمعية حقيقية. رفضوا المساومة، رفضوا أن أعلنوا العصيان المدني. ردة فعل إسرائيل كانت قاسية جدا، تعاملوا مع المسألة وكأنهم في حرب حقيقية، رغم أنه لم يكن هنالك أي مسلحين في بيت صحور، لم تكن هنالك مقاومة عنيفة أو مقاومة مسلحة، مجرد ناس رفضت أن تدفع الضرائب وأن تتعامل أو أن يعني أن تقبل بالسلطات الاحتلال الإسرائيلي كحكومة. فكانت ردة الفعل أن هنالك كان ألوف من الجنود والطائرات الهليكوبتر والدبابات التي حاصرت بيت صحور، اقتحمت بيت صحور وسلبوا ونهبوا كل ما يستطيعوا منه لاسترجاع أموال الضرائب. المسألة لم تكن الأموال بالتحديد، يعني إسرائيل عندها القدرة على أن تحصل على أموال إضافية هائلة من الولايات المتحدة، وعلى فكرة حتى في حركة حركة المقاطعة نفسها المسألة هي ليست مسألة أن نكبد إسرائيل خسائر مادية، طبعا هذا جزء من المسألة ولكن هي ليست المسألة المركزية. الآن إسرائيل تفاوض الحكومة الأمريكية إدارة أوباما على 50 مليار دولار لمدة 10 سنوات، بمعنى 5 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى أموال أخرى عادة لا تحصى كجزء من الدعم الإسرائيلي الأمريكي للولايات المتحدة. فأنا متأكد أنهم يعني مهما كبدنا إسرائيل خسائر اقتصادية سوف تقوم الولايات المتحدة برد هذه الأموال بشكل أو بآخر. هذه ليست القضية، القضية هي يعني the isolation، هي أن نستطيع أن نفرض عزلة على إسرائيل في المجتمعات المدنية الأكاديمية الدينية ومن ثم المجتمعات السياسية الدول والحكومات. هذا ما حدث في تجربة جنوب أفريقيا، وهي تجربة مهمة جدا، ورغم أنه اعتقادي أن تجربتنا ربما أكثر نجاحا، لأنه عندما استطاعت حركة المقاطعة في جنوب أفريقيا على أن تحصل أو على أن تكون لها يعني امتدادات عالمية استمرت المسألة أكثر من 40 سنة، يعني بلشت بالخمسينيات في المقاطعة الرياضية وبعدها المقاطعة الثقافية وبعدها المقاطعة العامة، أكثر من 40 سنة يعني قبل أن يكون هنالك فعلا فهم حقيقي لما يحدث في جنوب أفريقيا. بالنسبة لحركة المقاطعة الفلسطينية الآن هي تناقش على مستويات عالية من الحكومات ومن حتى في هنالك اتفاقية جديدة Trans Atlantic Agreement التي وقعت من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، والذي أصر فيها أوباما على أن يفرض عقوبة على أي شركة أوروبية أو أمريكية أو كندية تقاطع إسرائيل. فإذا هنالك خوف حقيقي وفهم حقيقي لخطورة الأمر، أمر المقاطعة على إسرائيل. إذا المسألة مش قضية مادية في حد ذاتها، هي قضية فرض عزلة أخلاقية اقتصادية سياسية
ومجتمعات مدنية على إسرائيل، وهذا ما تهابه إسرائيل. نرجع لقضية بيت صحور، لذلك قامت إسرائيل بهذا الرد العنيف جدا على حركة المقاطعة أو العصيان المدني في بيت صحور في خلال الانتفاضة الأولى، لأنها كانت تخشى أن يكون هنالك ردة فعل مشابهة في كل أنحاء فلسطين. تصور إذا أعلن كل أبناء الشعب الفلسطيني العصيان المدني. اقتربنا كثيرا لهذه الحركة، يعني أثناء الإضرابات العامة التي كانت تحدث في خلال الانتفاضة الأولى بالتحديد. تجربة الانتفاضة الأولى تجربة قوية جدا، ويجب مراجعتها وفهمها، فهم أكاديمي وفهم يعني دقيق جدا، لأنه فعلا هي كانت أقرب التجارب الفلسطينية للمقاطعة العامة والعصيان المدني. كان الجنود الإسرائيليين يكسروا، يعني أنا متأكد أنه يعني بعضكم كان يعني موجود وعاصر الانتفاضة الأولى، وتعرفون ماذا كان يفعل الجيش الإسرائيلي لفتح المحلات المغلقة في غزة وفي الضفة وفي القدس، يعني معنيين جدا والله هم أنه الفلسطينيين يبيعوا ملابس وصنادل وساندويتشات، مش هاي القضية. هم كانوا يخافوا أن العصيان المدني هي حرب لا يستطيعوا أن يكسبوها، قد يكسبوا الحرب المسلحة، وقد يكسبوا قد يكسروا شوكة مقاومة في جنين وفي نابلس وفي بيت لحم مرة وأخرى، ولكن صعب جدا أن تفرض على شعب كامل يقرر عزلته، يعني عزلتك ويقرر العصيان المدني. فإذا هنالك تجارب فلسطينية كثيرة قوية ومهمة جدا يجب أن نراجعها. هذا لا يعني علينا أن نرفض تجربة جنوب أفريقيا وناميبيا وموزمبيق وغيرها، بالعكس يجب أن نفهمها ويجب أن نستغلها كمان لمصلحتنا إعلاميا، لأن الكثير من الناس يعني صعب عليه أن يفهم يعني ماذا يحدث في فلسطين بشكل مباشر. فعلينا إذن أن نحاول أن نخلق نوع من المقارنات مع تجربة الأبارتايد والفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولكن علينا أن نكون حذرين من أن لا نحاول أن نقلد بشكل كامل أو بشكل أعمى ما حدث في جنوب أفريقيا ونختزله على أنه تجربة فلسطينية. التجربة الفلسطينية في المقاطعة تجربة ترجع إلى يعني تقريبا 100 سنة، وهي تجارب مهمة جدا، وكان لها نجاحاتها وكان لها أخطاؤها وفشلها، وعلينا أن نتعامل معها بشكل صريح وبشكل واضح وبشكل دقيق. القضية الأخرى والأخيرة ربما هي أن القيادة الوطنية الفلسطينية، يعني أذكر أنه في أحد المحاورات في جنوب أفريقيا عندما ذهبت هناك في المرة الثانية في 2010 أعتقد، كان راني كاسترولز اللي هو كان يعني أحد القادة العسكريين في المقاومة جنوب أفريقيا ضد الأبارتايد، وأصبح وزير للإنتليجنس يعني للاستخبارات في جنوب أفريقيا. فتحدثت أنا وجلست وكان هو قد تحدث، فيعني مال جانبا وقال لي إنه في حقيقة الأمر يا رمزي صعب جدا أن تكون هنالك حركة مقاطعة حقيقية قوية قد نستطيع أن نستثمرها سياسيا إذا لم تأتي الدعوة للمقاطعة من قيادة فلسطينية وطنية موحدة. المنطق تبعه في هذه المقولة أنه في نهاية الأمر لو استطاع المجتمع المدني أن يقاطع إسرائيل بشكل كامل لن يستطيع أن يستثمر هذه المقاطعة سياسيا إلا بوجود قيادة فلسطينية واعية لحساسية المرحلة ولطبيعة المرحلة.
إذن علينا أن نستمر طبعا في عملنا الدؤوب كمثقفين وكأفراد مجتمع مدني وكناس عاديين في مقاطعة إسرائيل بكل شكل وبكل وسيلة، ولكن علينا أن نصر على أن يكون عندنا قيادة وطنية موحدة وواعية لطبيعة المرحلة تستطيع أن تستثمر هذا الزخم العالمي والفلسطيني طبعا، أن تستطيع أن تستثمره سياسيا لتكون ورقة ضغط حقيقية ولتفرض مطالبها وشروطها، كما استطاعت حركة التمرد في جنوب أفريقيا وحركات المناهضة للتفرقة العنصرية والأبارتايد في جنوب أفريقيا أن تصنع هذا الإنجاز في التسعينيات بعد أكثر من 40 سنة من المقاطعة. علينا كشعب فلسطيني أن نؤكد على هذه القضية. حركة المقاطعة الفلسطينية في فلسطين وفي خارجها لن تستطيع أن تنجح حقيق يعني في نهاية الأمر إلا إذا كان عندنا في نهاية الأمر قيادة وطنية فلسطينية واعية وفاهمة لطبيعة المرحلة وغير يعني لا تتجمع حول فاكشنال، حول مفاهيم حزبية وعرقية وقبلية وإلى آخره، بل أن تكون يعني قيادة وطنية حقيقية تستثمر كل جهود الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي خارج فلسطين. شكرا لكم على الاستماع وأرجو لكم ولهذا المؤتمر النجاح بإذن الله. السلام عليكم.